هذا السل تاريخ يختزل حكاية مدينة السلامية، حيث أقيمت القلعة وسط المدينة أبان العصر اليوناني لتكون مقر الإدارة ضمن سور كان يحيط بالمدينة بطول 4 كيلومترات في نهاية القرن الثالث قبل الميلاد. وتداعت القلعة بسبب كثرة الغزوات والحروب. تعود أساسات القلعة في بنائه الأول إلى العصر اليوناني، يعني في القرون الرابع والخامس وقبل الميلاد، ومن ثم استمرت إلى العصر الروماني مع دخول بومبيوس عام 64 قبل الميلاد، لتستمر إلى العصور البيزنطية والعصور بداية العصور الإسلامية. وتعرضت الحقيقة القلعة في تلك الفترة للكثير من الكوارث نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية. مع دخول العرب المسلمين إلى بلاد الشام وخاصة في بداية العصر العباسي، تم إعادة بناء القلعة بشكل يعني جزئي لكي تصبح قلعة من إحدى قلاع بلاد الشام، لكنها تعرضت لكارثة كبيرة عام 1157 وفق الزلزال الذي حدث في بلاد الشام ودمر معظم المعالم الأثرية في سوريا. بقيت مهدمة لفترة طويلة إلى أن تم إعادة ترميمها في فترات لاحقة إسلامية، إلى أن جاء سكان سلمية وعادوا إلى مدينة سلمية عام 1848، وتم السكن في هذه القلعة لفترة محددة حتى ضاقت بهم وخرجوا خارج أسوار القلعة. للأسف قاموا باستخدام حجارة هذه القلعة في بناء منازلهم الجديدة. أعيد بناء القلعة في العصر الأيوبي إلى أن سكنها أهل السلمية الجدد عام 48 و800 وألف، واستخدموا حجارتها البازلتية السوداء لبناء منازلهم، ولم يبقى منها إلا قواعد وبرج وسور يلاحظ وسط المدينة. طبعا هذا السور هو السور الجنوبي للقلعة. القلعة كانت عبارة عن قلعة مربعة أبعادها حوالي 150 متر، فيها 8 أبراج، 4 أبراج في الأركان الأربعة في الزوايا و4 أبراج في البدنات، والأهم هذه الأبراج هو البرج المتقدم بالجهة الجنوبية الذي يقف بمحاذاة هذا الجدار، كان فيه مدخل باتجاه الشرق على شكل منكسر أو ما يسمى بالعمارة الإسلامية الباشورة من أجل زيادة التحصين الدفاعي. أيضا كان هناك قصر في هذه القلعة، عرضه حوالي من أمتار وطوله 25 متر، عبارة عن طبقتين. الطبقة الأرضية هي عبارة عن سكن للجنود يعني وسيلة للدفاع عن القلعة، والطابق الأعلى هو عبارة عن 4 غرف لسكن الأسرة الحاكمة، مطلة باتجاه الشمال باتجاه مركز أو ساحة القلعة، تطل على شرفة محمولة على أعمدة وعقود معمارية. هذه المدينة المترامية الأطراف على حدود البادية تضم بين جنباتها آثارا كثيرة تحمل عبق الماضي وتاريخه الموغل في القدم، وتشهد على ألق الأمويين وحضارة الآراميين وإبداعات الرومان. للإخبارية السورية محي الدين فهد.